يقول اشتريت ساعة ثمينة من صبي يتجول في الأسواق بمبلغ قليل جدا، وعندما سألته من أين لك هذه الساعة قال لوالدي والساعة غالية الثمن، وقلت له هل سرقتها؟ قال لا. هل علي شيء في ذلك؟ نعم، ما دام أنها ثمنها قليل وهي ثمنها تعلم أنها ساعة ثمينة وأن قيمتها كثيرة، وهذا الطفل باعها عليك بثمن قليل، فهذا وقال لك أنها ما هي لها أيضا، أنها لأبيه، فلا يجوز لك اشتراؤها، لأن الطفل لا يملكها والطفل لا يحسن التصرف أيضا. عليك أنك ترد الساعة إلى صاحبها وتعتذر منه.